السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال كيش، وصفة محبوبة هكا نوجدوها للعشاء، لذيذ جدا، بعجين جد ناجح، ما كيتقلصش في الفرن، كيبقى محافظ على الشكل ديالو، كيجي مرمل وهشيش بزاف. كذلك الحشوة جد اقتصادية وسهلة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نبدا اولا بالوصفه ديال العجين باش نخليه يرتاح. غادي نحتاج له 250 غرام ديال الدقيق ابيض مغربل، طبعا انا استعملت هنا نوعيه خاصه بالحلويات، او جوج ديال الكيسان ونص. غادي نحتاج ايضا 50 غرام ديال النشا، غادي نوريكم بالضبط بالكاس من بعد. 150 غرام ديال الزبده، اما ديروا ديال البواطه ولا ديروا ديال العبار، انا درت ديال العبار كيجي المذاق ديالها احسن. غادي نحتاج ايضا ملعقه كبيره مع معمرش ديال السكر، ملعقه صغيره مع معمرش ديال الملحه، وشويه ديال الحليب باش غادي نعجن، ما بين جوج معالق حتى ثلاثه ديال المعالق كبار. وعندي هنا شويه ديال الزعتر للتنسيم، وشويه ديال السيبولات او ثوم القصبي المجفف اللي كيبقى اختياري، ممكن تكتفيوا غير بالزعتر. بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ دقيق، غادي نزيد عليه جميع المكونات ما عدا الحليب اللي غادي نجمع به. هنا بالنسبه ل 150 غرام ديال الزبده، اذا ما كانش عندكم الميزان فاما كتاخذوا ملعقه كبيره كتعمروها مزيان حتى كتكون مبنيه بالزبده، ثلاثه ديال المعالق كبار، اما يعني كديروها مع مرش سته ديال الملاعق كبار كتعطيكم 150 غرام. من الاحسن انكم توفروا على الميزان. هنا غادي نضيف ايضا النشا اللي كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو 50 غرام. هنا غادي نوريها لكم بالكاس باش تشوفوا شحال بالضبط، فاكثر شويه من نص كاس ديال العنبه طبعا او ديال الشاي. غادي نبدا كنخدم مزيان. انا استعملت كيف ما قلت الزبده ديال العبار، المذاق بها كيجي احسن، وحتى القوام كتجي هشيشه اكثر، ولكن تقدروا ديروا ديال البوطه، راه الوصفه غادي تنجح حتى بديال البوطه. فكنرمل الخليط ديالي جيدا، وهنا غادي نبدا نجمع بالحليب بارد عادي. ما ديروش واحد العجينه اللي كتكون يعني رطبه، المهم واحد العجينه كتشبه العجينه ديال الصابلي، فكتكون ما بين وبين، ما كتكونش رطبه وما كتكونش قاسحه. فكنجمع العجينه وكنحاول انني نعجنها مزيان وندلكها، ما تخافوا من والو، ما غاديش تقلص وما غاديش ترجع الى ستيكيه. فهذيك الاضافه ديال النشا اللي كنديروا كنقصوا من الجلوتين اللي كيكون في الدقيق، فالعجينه كتبقى مرمله، واخا كتدخلوها الفران ما كتهبطش وكتبقى محافظه على الشكل ديالها. فخدمتها مزيان، وغادي نوضعها بلاستيك كذا وندخلها الثلاجة واحد نصف ساعة تقريبا، وغادي نمشيو باش نوجدو الحشوة. بالنسبة للحشوة غادي نعطيها لكم مع الطريقة في نفس الوقت، ودائما غادي تلقاو المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. غادي ناخذ مقلاة وغادي نوضع فيها كمية من البصلة، انا استعملت هنا جوج ديال البصلات متوسطين، يعني كنديروا الكمية شوية كثيرة ديال البصلة، كتكون مقطعة هكا شرائح رقاق. وكنضيف ايضا زيت الزيتون ولا الزيت العاديه اللي اللي مولفين كطيبوا به، كنضيف واحد شويه ديال الملحه، وغادي نحرك هاد البصله هادي حتى غادي تعسل تماما، وغادي يرجع اللون ديالها هكا ذهبي او بني فاتح. ضروري يعني نطيبوا البصله بهذه الطريقه باش غادي تعطينا واحد المذاق زوين بزاف في الكيش ديالنا. من بعد ما طابت لي البصله بهذا الشكل، ضفت واحد الفص ديال الثومه اللي كنهرسوه او كنحكوه بهذا الشكل، كنضيفوه في هذه المرحله باش ما يتحرقش ليا مع البصله الا ضفتو من الاول، وكنحرك. ومن بعد كنضيف واحد جوج رشات ديال الفلفل الاسود، غادي نضيف ايضا الزعتر، غادي نحرك شويه وصافي، غادي نطفي على النار. من بعد ما تعسلات ليا البصله مزيان بهذا الشكل، غادي نضيف هنايا جوج ديال العلب ديال الطون اللي مصفه من الزيت، اذا كان هذا الطويل هذا، ولا استعملوا ثلاثه ديال داك الطون اللي كيكون دائري. فغادي نضيف جوج علب، وغادي نحاول انني نفردتو مزيان، كيف ما قلت هنا النار راه مطفيه، يعني صافي نحرك مزيان حتى غادي ينسجم مع الحشوه، وغادي نضيف شويه ديال الزيتون اللي كيكون خضر مقطع هكا شرائح او دوائر، ونحرك. اذا احتاجيت الملحه كندوق وكنزيد الملحه، وصافي غادي نخليها على جنب حتى تبرد ونرجعوا للعجين.
العجينه من بعد ما ساحت ليا في الثلاجه تقريبا نص ساعه كتقسح شويه، كيولي اسهل اننا نخدمو بها. غادي ناخذ بلاستيك غذائي بحال الشكل اللي كنطلقوا به الصابلي تماما، ونستعملوا الدلاك بلا استعمال ديال الدقيق كنطلقوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. ديروا السمك اللي كتفضلوا، الا كتبغيو العجينه ديالكم تكون غليظه فغلظوها، بغيتوها كتجي رقيقه كترققوها. فانا بغيتها تجيني شويه رقيقه، وغادي نعبر دائما على داك القالب اللي غادي نستعمل. انا غادي نستعمل هذا القالب ديال الطارت اللي كيتباع، كيكون يعني كتستعملوه مره وكترميوه. درت هنا جوج باش يكون باش يهز ليا العجينه ما تعذبش معها فاش كنجي نهزها، وكنهز العجينه من بعد ما طلقتها بها بالبلاستيك ونقادها جيدا. وانا كنضغط بالاصابع ديالي على الجناب، ضغطوا مزيان وتاكدوا ان العجينه وصلت للجناب باش من بعد فاش يطيب لكم الكيش ما تلقاوش الفراغات في الجناب ديالو. كنجيب واحد الموس وكنحاول انني نحيد هاد الجوانب هادو اللي كيكونوا ما مقادينش. طبعا ديك العجينه او دوك البقايا غادي نجمعهم ونصايبو منهم كيش اخر او ميني كيش. تقدروا هاد العجينه كامله او هاد الكيش ديروه على شكل فردي، او ديروه هكا في ليمون صغيرين او في قوالب صغيرين. صافي ملي كان سالي كنتقبل العجينه بواحد الفرشيطه وكندير لها الورق ديال الطهي. غادي نفرغ عليها او في الوسط الروز ولا اللوبيا ولا اي حاجه عندكم ما تكون ما صالحاش. انا مثلا هنا عندي الروز الصلاحيه ديالو منتهيه فغادي نستعمله بحال هذا الشكل. وغادي ندخل العجينه ديالي طيب نص طياب، فران يكون شاعل سخون مزيان، غير نحسو بها بدات تحمر بالجناب ونخرجوها باش غادي نعمروها. بالنسبه لباغايا كيش غادي نحتاج هنا 5 ديال البيضات يكونوا صغار، انا عندي البيض صغير، اذا كان عندكم كبير استعملوا غير 4. غادي نضيف شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وغادي نضيف ايضا شويه ديال الابزار والفلفل الاسود، وغادي نزيد شويه ديال الثوم القصبي المجفف اللي استعملت في العجين. هنا ممكن تعوضوه بالمعدنوس طري يكون مقطع. ايضا غادي نحتاج واحد العلبه ديال القشده الطريه او الكريمه. هنا بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي ما عندناش الكريمه باش نعوضوها، عوضوها بجوج ديال اليوغورت يكون مسوس يعني بدون نكهه. طبعا اذا توفرت الكريمه غادي تكون احسن، ولكن حتى باليوغورت كتجي مزيانه. غادي نخلط جيدا بخلاط يدوي. بالنسبه للعبار ديال الكريمه او بالنسبه للكميه ديال الكريمه فهي العلبه فيها 200 غرام. كنخلط جيدا حتى نحصل على خليط بهذا الشكل هذا وصافي. غادي ناخذ هنا القاعده ديالي ديال الكيش، كما كتشوفوا راه طايبه نص طياب، بدات كتحمر من الجناب ولكن باقا خضراء يعني من الاسفل وكذلك من الوسط. غادي نفرغوا فيها داك الخليط ديال الطون والبصله المعسله، نحاولوا نوزعوه بشكل متساوي. هنا احتفظت بشويه بالنسبه لديك العجينه اللي شطت لي، وهنا كنوزعوا مزيان. ومن بعد غادي نفرغ داك الخليط او لاباغيا كيش من الفوق. بالنسبه للفرماج نسيت انني نخلطه معاه من الاول، فغادي نديره من الفوق من بعد. غادي تشوفوني غادي نديره من الفوق وغادي نحرك شويه باش يدخل ويعطيني مذاق زوين، يعني ما بغيتوش غير يجي محمر من الفوق. انتوما غادي تخلطوه هنا مع لاباغيا كيش عاد ضيفوه. فانا كما كتشوفوا يعني كنفرغ الخليط ونحاول انني نقادو وصافي. غادي ندخل الكيش ديالي للفران يكمل الطياب ديالو، شعلوه من الاسفل فقط حتى سواء الفران ديال الغاز سواء الفران ديال الكهرباء، حتى غادي تحمر لكم مزيان الكيش من الجناب ومن الاسفل. وممكن تشعلوه من الفوق اذا كان مازال ما يتحمر من الفوق، خليه حتى يبرد شويه عاد حيدوه من المول باش ما يتهرش لكم، لان العجينه كتكون هشيشه بزاف ومرمله. وزينوا بالطريقه اللي بغيتوا، قدموه بالصحه والراحه. انا رشيت شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق وهو باقي سخون باش يدوب، وكذلك شويه ديال الثوم القصبي المجفف. كيش اللي كيجي لذيذ جدا وهائل، يعني هشيش في نفس الوقت حشوه بسيطه وبنينه بزاف. كنأكد لكم اذا جربتوه اكيد غادي يعجبكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون لات اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم اشتركوا في القناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تدخلوش عليا بالتعليق ديالكم رأيكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.